مرحبا بكم الناس الكل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جيتكم برسات جديدة. اليوم مش نعملوا مع بعضنا البات فريتي أو العجين المورق، ما مش نعملوه مع بعضنا بطريقة بسيطة، بطريقة سريعة جدا بمكونات كذلك بسيطة، نتحصلوا على عجين مورق ناجح 100%. تبعوا الوصفة للاخر. اذا كنتوا من الزوار الجدد نقولكم مرحبا بكم، فضلا وليس امرا اشترك في القناة وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. ما تنسيوش باش تشجعوني بالجيم والكومنتير وتبارتاجيو الفيديو ما بين حبيباتكم وصحيباتكم باش تعم الفائدة. نتبعوا تو مع بعضنا الطريقة. بسم الله على بركة الله. هذوما المكونات متاعنا. نستحقوا لهنا 500 غرام فرينة مغربلة، هنا 4 مغارف زيت نباتي، مغرفتين كبار خل، 10 غرامات سكر و10 غرامات ملح، لهنا 300 غرام زبدة توريق، نجمو نستعملو 250، انا لهنا استعملت 300 غرام. والماء عندنا لهنا عادي يكون له بارد وله سخون. نبداو تويكا مع بعضنا، نبداو نصبوا الفرينة متاعنا. لهنا انا مش نعجنها بالعجين الكهربائي، تنجمو راهو تعجنوها باليد، ما تستحقش عجنين برشا. صبوا الفرينة متاعنا، العشرة غرامات سكر والعشرة غرامات ملح، الأربع مغارف زيت نباتي، زوز مغارف خل. الخل لهنا يخلي لنا العجينة متاعنا تصبر مدة طويلة. طبعا بسبسوهم مع بعضهم. الماء نتاعنا نزيدو بشوية بشوية لين تتلمنا العجينة نتاعنا. العجينة نتاعنا كيما تلاحظو كملنا لميناها كيما هكايا. توا كنخليوها ترتاح مدة 10 دقائق هكاكا. كما نعرفوا العجين ديما ماذا بينا نرتحوه باش من بعد يطوعنا في الحلان وما يجيناش ما يتحلناش بصعوبه ويقعد يتجبد لنا، لازم ياخذ ريحه وقت عفوا باش يرتاح. خليوه توا يرتاح ونمروا نوريكم كيفاش نحضروا الزبده نتاعنا. ناخذوا ساشي اليمونتير والا بابي كويسون، ناخذوا الزبدة متاعنا، خليوها هكايا، لازمها تكون باردة. ننزلوا عليها هكايا، نجودوها شوية باش من بعد نرميوها في العجينة متاعنا ونخدمو بيها طوعنا وتمشي معانا. ننزلوا عليها هكايا، حلوها هكايا على شكل مستطيل. هذه هكا الخشن متاعها،
حطوها جويدة. مش من بعد طوعنا كما قلت لكم في حلينا في البات متاعنا. هذه الزبدة تو حضرناها. نمر طويقة لطريقة الفيوتاج متاعنا. ناخذ العجينة متاعنا، ديما نستعينوا بشوية فرينة فوق سطح العمل. إذا بينا ديما هكايا نحلوها على شكل مستطيل. نعرضوها هكايا شوية. نضيف الزبدة نسيبوها هكايا. ناخذ الزبدة تاعنا كيما تلاحظوا كي نعملوها في البابي كويسون ولا البابي اليمونتير ما تشدناش. طوعنا في الخدمة متاعنا طوع. سكر عليها كيما هكايا. سكر عليها بالباهي. ننزلوا عليها كيما هكا. تبعوا لي زيستيوس الكل باش تنجح معاكم العجينه. لازمنا نعملوها هكايا باش الزبده تشد لنا في البات نتاعنا، تقعدش البات وحدها والزبده وحدها. كيما هكايا باش العجينه نتاعنا والزبده تمشي على العجينه الكل. او ناخذ القلقال هكايا في الوسط ونهبطوا اللوطه. ما نعملوش القلقال هكايا، لا نجيو في الوسط نهبطوا اللوطه ونجيو في الوسط طلعوا لفوق. انا هنا مش ندورها هكايا. نزيدو شوية نعرضو هكايا شوية في العرض. في المرحلة هذه تويكا ناخذو الشطر هذايا نرميوه هكايا في الوسط، وهذه هكا في الوسط. حاولوا نعملوهم قد قد.
ما ماذا بينا نحطهم نفس الكبر باش تجينا من بعد مقومة. ان شاء الله تكون واضحة كيما هكايا. بعد نعملو كيما هكا. لو شفتوا الحراف هذوما هكايا، هذوما ديما نحطوهم على يدنا اليمين كيما هكايا، ديما نحلو بنفس في نفس الاتجاه. هذوما هكا الحراف اللي كيما هذوما هكا اللي لقيناهم نحطوهم ديما على يدنا اليمين. نعاودو نحلو بنفس الطريقه، نوزع كيما هكايا، ننزلو بعد ناخذو من الوسط واحنا هابطين ومن الوسط واحنا طالعين. بما انه الطقس بارد ما نستحقوش باش ضربه ضربتين نحطوها في الثلاجه. اما اذا ساحت معاكم الزبده راهو تنجمو ترتحوها 4 ساعة هكاكا في الثلاجه ومن بعد ترجعو تكملو تخدمو على رواحكم. نفس الطريقه ناخذو الشيره هذي كما هكا. نعاودو نسكرو عليها. هذي يتسمى تور دوبل. عملنا مرتين توا هكا في التور دوبل، معناتها أربع مرات عملناها. عملنا لها الفريتاج نتاعها كيف العادة. هذه هكا كما قلت لكم على يدنا اليمين ونحلو مرة أخرى من الوسط للوطة من الوسط للفوق. سهلة مش صعيبة. نعرضوها هكايا شوية، نعطيوها شوية عرض. نعاودو نفس العملية. هذيا تويكا بات متاعنا حاضرة، ما طلبتش منا برشا وقت. طيب نخليوها في الثلاجة ترتاح مدة سوايع هكاكا إذا كنا مش نخدمو بيها. نحطوها نلفوها في البابي سلوفان ونخليوها ترتاح في الثلاجة، ومن بعد نجمو نخدمو بيها سوا المالح سوا الحلو. نجمو نعملو بيها الكرواسون، نجمو نعملو بيها كرواسون مالح كرواسون حلو احنا، نجمو نعملو بيها الميلفي. برشا وصفات نجمو نعملو بها. هذه تو هكايا نقصها قدامكم باش تشوفوا الفيتاج نتاعها. قصوها هذه الفيتاج نتاعها كيما تلاحظوا.
إذا كنا مش نستحفظ بيها تقعد لنا راهي مدة طويلة في الكونجيلاتير. لفوها في ساشي أليمونتير وإلا بابي كويسون، لفوها هكايا بالباهي، لفوها بالباهي مخليولهاش الهواء يدخل، ونستحفظوا بيها عفوا في الثلاجة في الكونجيلاتير مدة تصبرنا حتى 6 شهور وقت ما نستحقوا مش نعملوا بيها، وإحنا نجبدوا نخدموا بيها. هذه هي الكلبات متاعنا حاضرة في وصفة قادمة إن شاء الله، وبسلامة.